طولت كتير وانشغل بالي، وينك لهلا؟ تفضل. ما تواخذيني، خلصت شغلي واجيت بسرعه مشان ما ينشغل بالك. كيف الوضع عنكم؟ منيح ماشي الحال وانا منيحه. كمان كنت ناوي اسالك كيف الوضع عنكم؟ يعني شو صار؟ حكيت انت وشكرا؟ انت حكيت معه؟ مهجأة مهجأة؟ وين ما بروح بصير مصايب يعني؟ ما لازم خلي شي لك بهالبيت. مهجأة؟ انت لازم تموت. كيف شي صار فيني بتنشغل انت؟ شبكي طولي بالك. مهجأة؟ امي بعدي عني، ما بدي حدا يحكي معي. هذا الزلم الحقير هو اللي خلاكي تمرضي وبهدلني قدام رفقاتي وجاب لك الطابع على البيت. طولي بالك رؤي، حتى احمد خالات معه بسببه لازم يموت واخلص منه بقى. ماشي ماشي حبيبتي، معك حق، معك حق بكل شي، بس كرمالي اهدي شوي يا عمري. شو بساوي انا وقت اتوتر كتير واتعب؟ بتعرفي شو بعمل؟ بتنفس على مهلي. تنفسي على مهلك حبيبتي ورؤي، يلا لك. نفسي والله حبيبتي. حلو هذا القميص وشكله انيق على فكره. مش هاي، ليش تنزعي هيك يا بنتي؟ انا كنت بلبسه. اهدي حبيبتي. بنتي والله انت عطيتي لهالزلمه اكثر من حقه. لو كان اب مثلي بينزعل عليه وقته، بس هاشم ما خرج ابدا. طيب خلص امي، انا هديت خدي هالزلمه واطلعي قبل ما ارجع جن. طيب 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 حبيبتي، هدول رح طلعهم لبرا. لا ما تاخذي شيء، اتركي من ايدك، ولا قطعه بتخسر رح تضل بهالبيت. انا بدي ارميهم كلهم وارتاح. بعد هيك. طيب لا تعصبي يا بنتي، لا تعصبي، نحن رح نطلع وانت بدي اياكي تهدي وتروقي. امشي يلا يلا.